صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن كده بصل مكرمل باللحمه، وانا بقول بصل مكرمل باللحمه لان هو الاساس البصل، ومعاه كمان اللحمه هنعملها بطريقه حلوه قوي كده في بايركس في الفرن، ان شاء الله تعجبكم. عندنا النهارده كمان شوربه كرومب، ودي من انواع الشوربات الحلوه جدا جدا. وكان في فتره كده في اوقات من سنين كانت الكرومب ده على طول معمول ترند عشان احنا نخس، بس طبعا انا عاملاه النهارده بطريقه ما بيخسس، بس في نفس الوقت هو مفيد جدا. عامله شوربه كرومب النهارده بالكريمه حلوه جدا. عندنا كمان كب كيك برتقال وعامله له صوص كده لطيف جدا جدا. يلا بينا نبدا حلقتنا، صباحكم حلو ان شاء الله. بصوا، اول حاجه هنسخن الاول الطاستين كويس قوي، عشان انا هنا في يعني على الهوا عايزه اخلص الحاجه بسرعه. بس احنا في البيت هنعمل ايه؟ هنحط البصل نكرمله كويس قوي، وبعد كده نشيله، وبعدين نحط مكانه اللحمه خلاص. بس انا هنا هعمل الموضوع على مرحلتين، يعني انتوا هتشوفوا البصل وانا بكرمله، هتشوفوا اللحمه كمان وانا بشوح خلاص. طيب نسخن اهم حاجه بس الطاسه كويس جدا، وفي نفس الوقت هعمل الرز برضو. النهارده عامله الرز بالبهارات يتاكل معاهم، فانا عايزه بس اسخنها كويس قوي وبعدين ايه ابتدي اشتغل فيها. حله الرز كمان ايه اعملها. طيب تعالوا نشوف مقادير الرز ايه. عندنا رز مصري عادي، عندنا فلفل احمر واخضر، عندنا من البهارات كاري وكركم، بودره ثوم، بودره بصل، بابريكا، وكمان جوز الطيب، مكعبات مرقه خضار، وملح وفلفل اسود. طعمه لذيذ جدا جدا الرز ده خلاص. طيب احط الزبده ومعاها زيت زيتون للرز. خلاص معاها بقى الفلفل، هنقلب كده فلفل اسود، ملح، ونقلب. ونحضر كمان مكعبات مرقة الخضار. كل ده انا عمالة اسخن الطاسة نقلب، اسيبهم كده ايه تقريبا 3 دقايق وابتدي احط الايه البهارات. طيب هحط هنا بس البصل الاول عشان هنا النار احمى شويه. هحط الزيت يسخن معاه بقى ايه البصل. شايفين الصوت ده؟ هقلب اسيبه بقى لحد ما ايه ما يتكرمل خالص. هقلبه بس كويس قوي قوي. مش بنحط الزبده دلوقتي، ليه؟ الزبده هتخليه يتكرمل اسرع ومش هيخلينا ناخد الكرمله الحلوه بتاعه البصل، هيخليه لونه يتغير لكن البصل نفسه مش هيتكرمل. فانا هنا ايه عايزه اسيبه براحته خالص. هنا حطيت شوية بصل على الرز هيديله طعم حلو قوي. هبتدي برضو هنا احط قطع اللحمة. ما قلتلكوش انا المكونات، دخلت على الشغل على طول. طيب هقولكوا طاجن اللحمة بالبصل عبارة عن ايه. عندنا بصل ابيض جوليان، عندنا زيت وزبدة، عندنا سكر، عندنا كمان حبة قرفة وبهارات وورق لورا، مكعبات من مرقة اللحمة،
عندنا لحمه موزه شرايح. انا هنا جايبه لحمه الموزه بتبقى طريه جدا ودايبه. طبعا ممكن نجيب اي قطعه لحمه انتوا عايزينها، ممكن نجيب عرق فليتو هيبقى حلو قوي برده، ممكن نجيب مكعبات من اللحمه الجلاطه برده بتبقى لطيفه بتبقى طريه. عندنا كمان هنقدم بقى معاهم، وهنحط كمان فصوص ثوم. هنقدم معاهم بقى رز بالبهارات، عباره عن رز ابيض ملح وفلفل كاري وكركم وبابريكا وجوز الطيب، ثوم بودره، ثوم بصل، وكمان فلفل اخضر واحمر مفرومين وبصل متقطع وزبده وزيت زيتون، هيخلي طعم الرز لطيف جدا. ونحط معاه كمان مكعبات من مرقه الخضار. خلاص طيب هبتدي بقى كده ايه، احط اللحمه في الطاسه تتشوح كويس قوي. اهم حاجه اللحمه تاخد لون وتتشوح كويس قوي عشان الموضوع يبقى سهل بعد كده في الايه، في السوا. احضر الثوم بقى كده، مش عايزه افرمه قوي. طيب هبتدي بقى احط البهارات، بابريكا، بودرة الثوم، بودرة البصل، حبة جوز الطيب طبعا دي كتيرة فهنحط يا دوبك حبة صغيرين، كاري، كركم. متخيلين بقى كمية البهارات الحلوة دي، كل واحدة بنسبة صغيرة هتدي للرز طعمه حلو قوي. وبصوا عليه كده، واحنا الفلفل، بصوا انا عايزاكم تتفرجوا على الفلفل والبصل مع زيت الزيتون ومكعبات مرقه الخضار. معانا ام شريف، صباح الخير. الو، عامله ايه؟ صباح الفل، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الو، انا سامعاكي كويس. الو الو، صباح الخير يا حبيبتي. صباح الفل حبيبتي، عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ وايه شغلك الجميل ده؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي. يلا لو لبستي ايه بالدنيا غالي وحياه ربنا. تسلمي لي يا حبيبتي قلبي، تسلمي. ده بقى تاني الحسود، الله اكبر. شكرا شكرا على الجمال والرقه. انت فرو جميله، قمر، برنسيسه. ميرسي يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي، وتسلم ايدك يا غاده. تسلمي لي يا حبيبتي. كل اللي بتعمليه بننفذه وراك. ايوه، وبناتي كمان جربيه، بيسلموا عليكي كلهم والله. حبيبتي تسلمي يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يفرح قلبي بيكي بحق الايام المفترجه دي يا رب، جنبي. امين يا رب. انت وربنا وكل البنات اجمعين يا رب. امين يا رب حبيبتي، امين. ما تشوفيش حاجه وحشه ابدا يا رب، امين. تسلمي يا حبيبتي، صباحك زي الفل. بصوا انا نسيت البصلايه شويه، فانا المفروض افضل اقلبها، ما اسيبهاش كده على النار، افضل اقلبها رايح جاي. ماشي، اول ما لونها يغمق شويه هبتدي احط الزبده. انا بس عايزاه ايه، يهبط شويه خلاص، والنار تبقى هاديه مفروض. خلاص، بس انا هنا حطاها على النار الاقوى، بس انا مهدياها. تعالوا بقى نشوف اللحمه كده، عايزاها تتحمر كويس قوي على كل ناحيه. بصوا احنا المفروض تتحط في الفرن، لو مفيش وقت مش هحطها في الفرن، هقول لكم هنخلصها ازاي. طيب هبتدي بقى احط هنا بقى ايه على الرز، ميه مغليه عشان ايه يستوي كويس قبل ما نطلع فاصل. ايه
هسيبه ايه يتشوح بس شويه كده. هحط بقى يعني هنا بقى ابتدي احط الايه على البصل، حبه السكر ماشي، وهرش رشه كده على اللحمه بيخليها تستوي اسرع. رشه من جوز الطيب ماشي، ونطلع فاصل هنرجع ان شاء الله يكون البصل خلاص ايه ما فضلوش كتير ماشي. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. يعني بعد الفاصل دلوقتي بصوا بقى البصل اهو ده كمان ايه، ممكن نسيبه شويه كمان لحد ما يتكرمل اكتر من كده، شايفين لونه يجنن، لونه حلو قوي 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 قوي. تعالوا نكمل بقى نشوف هنعمل فيه ايه. هنحط فيه مكعب مرقه لحمه، هو بصل، هنحط ورقتين لورا، رشه قرفه صغيره. القرفه دايما ما بحبش احطها كتير لان مش اي حد كمان بيتبسط من طعمها. بهارات، وهنعمل في نفس الكلام على اللحمه. هنكمل بقى هنا البهارات، هنا ورق اللورا، مكعب المرقه، والثوم. الوصفه دي بتحب الثوم قوي مع اللحمه عشان الصوص ده اللي احنا هنغمسه سواء بالعيش بقى او ايه او ناكله ايه مع الرز. هنقلب كده كويس قوي معاها بقى زبده، هي خلاص اتشوحت، وهغطيها عشان اول ما الزبده تسيح وتتشوح شويه عن كده هبتدي احط لها ايه الميه المغليه عشان تستوي. طيب هنبتدي بقى دلوقتي نعمل شوربه الكرنب. شوربه الكرنب عندنا عباره عن ايه، زبده وزيت، بطاطس مكعبات صغيره، ممكن ان احنا نبشرها هي والجزر، لو عايزين تزودوا صنف كمان جزر، كريمه، كريمه حبه صغيرين، عصير ليمون، كرفس، وكرنب احمر. خلاص عايزه اقول لكم لذيذه جدا جدا الوصفه دي. وهنحط معاها برده مكعبات مرقه خضار كده لو انتوا حابين. هنقلب كده كويس قوي، ممكن احط معاها بس ايه فصين تومه كده هيدي للشوربه طعم لطيف. وهتبلها بالملح والفلفل الاسود واسيبها ايه تتشوح شويه، انا عايزاها تتشوح كويس. فلفل اسود، ملح، خلاص واسيبها كده ايه تتشوح. احط بقى في الرز الميه المغليه، زمان الرز ايه اتحمر احط له ميه مغليه عشان يستوي. ده كده مش هياخد، الرز ده مش هياخد 10 دقايق عقبال ما يخلص. بصوا اتفرجوا عليه كده عقبال ما احط له الميه المغليه. ريحته فظيعه. ريحه الرز حلوه قوي، عاملين النهارده حاجات كلها بالخضار وطعمها احلى من بعض. هسيبه بقى كده الاول على نار عاليه، اول ما يغلي كويس قوي هقوم مهديه النار عشان يستوي على على هادي. البطاطس، بفكر احط شويه بطاطس هنا بس لما تتحمر شويه مع البصل. طيب بصوا بقى انا هنا بفكر بس ايه عشان دي اصغر وانا عايزه حاجه اصغر، هحط اللحمه بس هسيب الطاسه كده زي ما هي، هستخدمها تاني. هحط اللحمه كده تتحط في حاجه صغننه كده عشان ايه، وبعدين هستخدم الطاسه تاني.
واحط عليها كمان ميه مغليه. واغطيها كويس قوي واسيبها ايه 10 دقايق كمان على نار هاديه. انا عايزاها تتقفل كويس قوي. ما يطلعش منها اي. ليه؟ عشان انا مش هلحق احطها لكم في الفرن واطلعها. لكن في البيت بقى انتوا هتعملوا ايه؟ ممكن لو انتوا عايزينها في الفرن، على فكره هي كده برضه طعمها حلو قوي. لو عايزينها في الفرن هنشوح اللحمه والبصل كويس قوي ونحطها في طاجن او بايركس وندخلها الفرن ايه 10 دقايق كده او ربع ساعه وهي متغطيه عقبال ما اللحمه تستوي. ماشي؟ لان انا كده تقريبا سويت اللحمه نص سوا، فاضل النص التاني قدامنا تلت ساعه ان شاء الله وتخلص سوا. الموزه كمان من الحاجات لو شوحناها كويس قوي وحطيت عليها الميه وكده كل ده هيستوي في خلال ساعه الا ربع بالكتير قوي. وبفكر احط لهم شويه بطاطس لان البطاطس حابه او اسيبها تتحمر. والله ايه بحطها مع الرز، اسيبها بس تتحمر شويه كمان. حسيت ان البطاطس دي كتيرة شوية على الشوربة. هنشوح هنا بقى الكروم. كرنب احمر هنشوحه كويس جدا جدا لحد ما يهبط خالص. احط عليه كمان ايه رشه ملح كده. هيهبط هو شويه، هسيب شويه صغيرين مع البطاطس والباقي ايه هحط عليه ميه مغليه وابتدي ان انا عشان انا عايزاه يتضرب كله بالهاند بلندر او بالخلاط. يعني حتى شويه البطاطس سبتهم دول عشان يتضربوا معاهم عشان البطاطس بتنزل نشا فتقلي شويه الشوربه بتاعتي، هتقلها شويه صغيرين. ماشي، هقلب كده كويس قوي وبعدين اغطيه. وتعالوا قبل ما نطلع فاصل بس نشوف اللحمة اخبارها ايه. بص اهو، بصوا عاملة ازاي اهي. خلاص نطلع فاصل نرجع تاني، خليكوا معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى الكرنب اهو، بصوا هبط خالص ازاي. ماشي، هشيل بس شويه منه كده. كده اهو، حبه صغيرين كمان ونخلي بالنا ما ناخدش البطاطس معانا.
كده كويس. هنعمل ايه بقى في دول؟ هحط له دلوقتي عصير ليمون حبة كرفس وأقلب، وبعدين هحط له مية مغلية واسيب الكرنب ايه يستوي خالص. طبعا هو ممكن يتاكل كده بس انا هسيبه بقى ايه يبقى دايب خالص بالمية المغلية. طيب انا هنا حطيت بس شويه بطاطس عايزاهم يتحمروا، واللحمه هي مش عايزه افتح عليها خالص. نبص على الرز كده اخباره ايه، لسه شويه بس. بصوا عامل ازاي، بصوا لونه حلو قوي، لسه الميه ما اتشربتش كلها، المرقه بتاعته. تعالوا بقى نعمل الكب كيك، اسهل كب كيك في الحياه هنعمله النهارده، والايام دي كله بيبقى نفسنا كده في حاجه حلوه. قلت بدل ما اعمل كيكه ونقعد نقطع نعمل كب كيك صغيره، الاطفال هيحبوها والكبار كمان. تعالوا نشوف مقادير كب كيك البرتقال من اطعم الكب كيكس اللي ممكن ناكلها، وعامله له النهارده كده جليز لذيذ من البرتقال مع سكر البودره. تعالوا نشوف المقادير ايه. مقاديره زي مقادير الكيكس، خلاص احنا اتعلمنا ازاي نعمل الكيك والكب كيك، فهو مقاديره بسيطه وسهله وموجوده عندنا في المطبخ دايما وكمان في الثلاجه. عباره عن زبده، عصير برتقال، والايام دي موسم البرتقال حلو قوي، في مزازه كده جميله اللي هو العصير. فعندنا هنا 200 جرام من الدقيق، نص معلقه كبيره من البيكنج باودر او باكت بيكنج باودر عشان ما تتلخبطوش. عندنا كمان نص معلقه صغيره من الملح، 120 جرام سكر، 2 بشر برتقال، وده بيخلي طعم الكب كيك لطيف قوي. عندنا كمان 160 جرام من الزبده الدايبه، نص كوباية عصير برتقال مزازة، كل ما يبقى مزز مش ممرر، كل ما يبقى مزز كل ما يبقى طعم الكب كيك أطعم. 50 جرام من حليب المكثف المحلى، 50 جرام من الزبادي، معلقة صغيرة من الفانيلا، وعندنا كمان للزينة شرايح من البرتقال والجليز وبشر البرتقال. مش ملاحظين حاجة؟ شايلين ايه من الوصفة دي؟ شايلين البيض، ماشي شايلين البيض من الوصفة دي. خلاص حط بس كده الميه عشان تغلي، عشان لو احتجت حبه ميه كمان تبقى موجوده، لان انا ممكن احتاج حبه ميه كمان للحمه. انا هنا جبت الخلاط، قلت ايه اخلص نفسي بالخلاط. هنحط طبعا دايما السوائل الاول، بما ان مفيش بيت هنحط برضو ايه الحاجات السائله الاول. هنجيب كده الزبده هنحطها، هي طريه قوي فان شاء الله ايه هتدوب كمان اكتر. هنا هنجيب معاها الفانيلا، الزبادي، عصير البرتقال، السكر، كل دول هضربهم الاول مع بعض، وبعدين هحط الحليب المكثف المحلى. هبتدي احط بقى دلوقتي الحليب المكثف المحلى، واحضر الدقيق معاه الملح، الملح والبيكنج باودر. لو حسيت انها محتاجه حبه عصير برتقال تاني هحط، خلي بالكوا بس عشان هنا الزبده هنا جامده شويه.
هنقلب كده الدقيق مع البيكنج باودر. انا عايزه بس عصير برتقان شويه، وهحط هنا كده عشان ايه، احط حبه حبه من الدقيق. تجيبولي بس عصير برتقال، مش عايزه احط ميه عشان ايه، ما انا عايزاه بالبرتقال يبقى بيور. طيب تعالوا نشوف ده قبل ما نجيب عصير برتقال. بصوا الريحه فظيعه. هحط تاني ميه شويه عشان الكرنب بيشرب ميه، وانا عايزه شوربه طبعا وعايزاها تبقى خفيفه شويه، وهحط حبه ميه كمان. ممكن اضربها الاول بالهاند بلندر وبعدين احط ال... طبعا ممكن خلاط هاند بلندر، المهم تبقى كريمي. يعني هو ده الموضوع، انا شخصيا مش هشربها كريمي، هبقى حابه يبقى فيه شويه كده من البقايا، بس انا هنا هعملها كريمي خالص، واحط معاها ايه، حبه البطاطس والكرفس والكرنب الجاهز ده. انا قلت الاول اضربها واشوف محتاجه ميه ولا لا، ان انا حاطه مكعبات مرقه، يعني حاطه مرقه، حاطه لها مرقه، ولسه هنحط الكريمه. طيب هسيبه يغلي وهضربه ضربه كمان، بس ايه، هصبر عليه شويه. نبص على اللحمه كده، تمام لسه مش عايزه افتح عليها قوي لان اكني حطاها في الفرن، بما اننا ما حطيناهاش في الفرن. ونبص على الرز، الرز ده خلاص فاضل له 5 دقايق بالكتير ويبقى خلصان. بصوا ريحته فظيعه فظيعه الرز. تعالوا نشوف بقى الكيكه نكملها، نحط عصير البرتقال. انا ما حبيتش احط لها ميه عشان انا عايزه الكب كيك، وانا باكلها حاسه ان انا باكل برتقانايه. ماشي هحط بس حبه صغيرين كده صغيرين، واشوف محتاجه تاني ولا لا. كده نلخبط دي كويس قوي، وبعدين ايه نكمل بقيه الدقيق. عايزه اقول لكم ريحه الدقيق برتقان، ريحتها برتقال.
طيب هنطلع فاصل، هنرجع بقى نحط الكب كيك ونعمل الجليز، وان شاء الله يكون الرز خلص، ممكن اغرفه كمان. خلاص ان شاء الله نرجع نلاقي اغلب الحاجه خلصانه. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. عملنا قبل ما اطلع فاصل على طول الكب كيك، عملنا زبده، حطينا زبده مع عصير برتقال، وحطينا كمان حطيناش بيض في الوصفه دي، وحطينا زبده وعصير برتقال، دقيق، بيكنج باودر، رشه ملح، كمان حطينا حليب مكثف محلى، زبادي وسكر، وما ننساش الفانيلا، بتخليها طعمها حلو قوي حتى لو احنا ما حطيناش بيض. عملت هنا لكل واحده شريحه برتقال كده زي ما انتم شايفين. خلاص وهبتدي احط المقدار بتاعي، ودايما بنسيب حبه عشان لسه ايه هيعمل بومبيه كده. بنحطه على درجه حراره 180-200 لمده 35-40 دقيقه من غير ما نفتح الفرن. خلاص الباقي ده نعمل فيه ايه؟ عادي، يا اما نكمل الكب كيك يا اما نحطه في صينيه كده حلو. هدخلها الفرن. طبعا انا عامله نسخه طبعا عشان ايه هتاخد لسه وقت. بصوا عايزه اوريكم النسخه اللي انا عملتها اهي. انا بس عايزه احط حبه هنا عشان هزوقها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لذيذه قوي. هنا بقى انا هزوقها. الجليز بتاعنا عبارة عن عصير برتقال ساقع مع سكر بودرة، قلبته كويس قوي، ادانا الشكل ده. هو بس ايه جامد زيادة عن اللزوم، هحطله بس حبة مية عشان انا سبته شوية والدنيا ساقعة. وحتى هنا قرنفل، هرش ايه رشة قرنفل كده، هقلبه كويس قوي قوي قوي. طعمه خطير الجليز ده، سكر بودرة عصير برتقال. هنا انا حاطه لون عشان برضو يبقى لونه حلو كده، بس ممكن ما نحطش لونه، هيبقى لونه فاتح وحلو برضو. اقلب بس كويس قوي. رشة قرنفل، بس الجليز ده بقى بنسيبه في التلاجة وبنستخدمه في حاجات كتير قوي. هغسل ايدي بس. وكمان غرفت الرز بعد ما تشوفوا الكب كيك. بصوا على الرز عقبال ما ايه مغرف الشوربه. هبتدي اغرف الشوربه. انا حطيت في الفاصل مكعبات البطاطس مع حبه الكرنب على الشوربه والكرفس اهو. بصوا طعمها فظيع، عايزه اقول لكم حلو قوي. لو انتوا حابين تصفوها قبل ما تحطوا الكرنب والبطاطس اعملوا كده، بس انا حبها كده صراحه عشان القيمه الغذائيه بتاعتها تبقى اعلى بكتير. حابين تخففوها شويه حطوا حبه ميه مغليه عليها هتبقى خفيفه اكتر. بس عايزه اقول لكم اعملوها بس بالطريقه دي حلوه قوي.
شايفين لونها اصلا لونها جميل وريحتها جميلة جدا. يلا طبق خلص كده معانا مدام وفاء. صباح الخير يا غادة. صباح الفل، ازي حضرتك عاملة ايه؟ ازيك يا غادة، اجمل غدا في الدنيا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. والله ذوق وادب واخلاق يعني ما فيش بعد كده والله. شكرا شكرا ليكي حبيبتي، شكرا. بصبح عليكي بس يا غادة، اخبار المنيو بتاع النهارده ايه؟ طب عجبك؟ نعم، اخبار المنيو بتاع النهارده ايه؟ عجبك؟ جميل جميل جميل، كويس يا غادة والله. يا حبيبتي وعملت ال الكشري كان جميل جدا. حلو الحمد لله، اهم حاجه الكشري ده من الحاجات المهمه قوي يعني. عملته جميل جدا يا غاده والله. تسلم يا حبيبتي، تسلمي تسلمي. جربي شوربه الكرنب كمان هتتبسطي بيها قوي. هعملها النهارده ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله. تسلمي تسلمي يا حبيبتي. حاضر، هحط بس اللحمه بالبصل. بصوا كده بشره البرتقال. ماشي اوكي، هنعمل بقى هنا وانا بقول لكم باي باي، عشان هو عمال يقول لي يلا 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 وانا بقول لكم باي باي. هنغرف اللحمه بالبصل وهحط عليها البطاطس المحمره دي، خلاص اللي هي دي. اوكي هتشوفوني وانا بغرف وانا بقول لكم ايه باي باي. بصوا اللحمه، اتفرجوا عليها، خطيره خطيره خطيره. ماشي ماشي، هنعمل بس كده حبه صغيرين بس كده، ولا اكننا حطينا حاجه. يلا اشوفكم بكره على خير ان شاء الله.